زيد زيد شر شر صاحبي خويا صاحبي قميشة الله يسلمك واحد دقيقة صاحبي كاس دقيقة مزيان مزيان اش مابقاش شي حاجة أخرى أخويا حتى مبروك كيف كيتسموهم تحرك الفلوس تركز شوّد راسك شوّد راسك شوّد راسك شوّد راسك شوّد راسك شوّد اخويا جايز من هنا من هاد الشارع هذا جايز من هنايا هي الدخان بان لنا شي مجموعه هي البومبيات يضربوا واحد الصالة تضربوا الماء في واحد الصالة جابوا السلوم حطوه في واحد الشجرة واحد اخر كنت انا ديك السنة طلعت عطاوني الناس ديال البومبي عطاوني الماء بقيت نضربو في الشجرة تنضرب في الشجرة تنسمع تنطفي العافية العافية تنطفي تلعب ديك التيو تلعب به العافية طفات بعد الساعة تنسمع الدراري تيقول لي عتقني بالماء عتقني بالماء ملي طفات العافية ما بقاش بقى غير الدخان تيقول لي بومبي تيقول لي عطيني تيو تيقول لي عطيني تيو ما بقى والو هبط جيت الدورة جيت وصلت للدار طلعت للدار دخلت للدار قلب مع البومبية عاوتاني خلات جيتي لحتى العلاج عاودت ليا جيت لقيت السيد ميت لقيت السيد لقيتو محروم لقيتو ميت هذا هو اللي كاين حنا كنا جايين في موطور انا والاخ ديالي فالبنت لنا الانسنة ديال العافية طالعة عرفنا اوتوماتيكمون ديال شي شقة ولا ديال شي دار اللي تحرقت هنايا فجينا كنجريو انا والاخ ديالي استاسينا الموتور طلعنا كنجريو لقينا العفله يلاه بنت الاهل ديال واحد الشقه اللي شعلت فيها العافيه كانوا كيقولوا لنا باللي شي وليد راه بقى لداخل بغينا نديرو جهدنا ندخلوه بالطواب ديال التليفونات ديالنا ما لقيناش كيفاش نديرو العافيه كانت مجهده والدخان كان مجهد وكان كيخنق فهاد السنين تجاو الاخوان ديال البومبي الله يجازيهم بخير الله يجعل الاجر ديالهم لله عز وجل لانهم ضحاو برواحهم وشفنا هذاك الشيء بعينينا فملي دخلنا لقينا داك السيد الوليد توفى الله يرحمه وليه برحمه الله عز وجل والله يرزق الاهل ديالو الصبر والسلوان ومن هذا المنبر كنقول للناس يردوا البال على هاد العافيه اللي كيخليوها بحال هكا ما يستهانوش بها لا شارجورات ولا اي حاجه ما تبقاش في الضو ولا الطياب ولا لان انتم كتشوفوا كيفاش ولات كارثه الناس كاين اللي حصلوا في الديور الفوق اخويا انت ما تشوفوا هاد الناس هادو البومبيه راه ما عندناش في هاد البلاد هادي راه ما كاين لا بومبيه ما كاين والو جاوا الناس ما عندهمش الاكسجين باش يدخلوا يعتقوا الولد عنده 7 سنين مشى مات بقى حتى مات مسكين ما كاينش اللي يعتقوا البومبيه جاوا واقفين في باب الدار تيتسناو العافيه تمشي عاد يدخلوا تا مشات العافيه وسالات عاد هما دخلوا وعندهم الساروت عطاهم باه الساروت هذا راه ماشي حق فيه الكسي العثماني السي العثماني اللي تتقول حنا درنا درتي اشنو درتي يا السي العثماني شنو درتي مجهود داروا مجهود اللي قدو يديروا لكن للاسف ما تعتقش قدري والماتيريال كان نقص الماتيريال في هذه الحاله هذه كان خاص يجيو على الاقل يجيو 3 أو 4 ديال لي بومبي ديال لي سيتيرن في لو مومون اللي خاصهم هذاك كنقلبوا على لي بوشو هذاك لو مومون